نتيجه الاوضاع في الزلزال. احنا بالنسبه لسوريا احنا اشقاء، واي شيء نستطيع نقدمه في هذه الظروف ان شاء الله الاردن ما بيقصر باذن الله، وان شاء الله نتمنى تكون التعافي ونتمنى الرحمه للضحايا وان شاء الله الشفاء للمصابين باذن الله. هذه المساعدات بتوجيهات من جلاله الملك مقدمه من الشعب الاردني للشعب سوري الشقيق للمساعده في الجهود الاغاثيه والانسانيه بسبب ظروف الزلزال الصعبه التي تمر فيها الاخوان في سوريا، وان شاء الله انها تستطيع نقدم شيء لشقاء في سوريا. هي تحمل 10 طن بجميع أنواع المواد الإغاثية والإنسانية والطبية والغذائية، وإن شاء الله أنها تكون جزء نستطيع نقدمه دائما من 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 الشعب الأردني للشعب السوري الشقيق. نتقدم بالشكر الجزيل لكل الأشقاء والأخوة اللي قدموا الدعم بشحنات إغاثية للجمهورية العربية السورية لإغاثة المواطنين المنكوبين. ونحن في مطار دمشق الدولي كما في كل مطارات الجمهورية بجوزية تامة لاستقبال الطائرات الإغاثية ونقلها إلى المحافظات المنكوبة في بلدنا الحبيب، إضافة إلى أنها تقدم كافة الخدمات من خلال آليات تفريغ وتفريغ الطائرات بالسرعة الممكنة ووضع على شاحنات ونقلها مباشرة إلى المحافظات المنكوبة.